وديعة الأبجدية الأولى هي مدينة الحكاية التي حكينا مرآة طبيعتها الحية من قبل، والآن نحاول الخوض في بحر ماضي ممالكها الخالدة والتي تسير بنا كما يسير هذا القارب بين أمواج بحر التواصل. فشخصية المدائن لا تزال تتأمل عودة الغائب من التاريخ ليظهر أمام الجميع كظهور صخور البحر بعد أن غطاها الموج برها. وللدخول إلى مملكة رائدة أعطت العالم أبجدية النطق الأولى خلال الألف الثانية قبل الميلاد، وهي إحدى ممالك مدينة الحكاية اللاذقية، نبدأ بالقصر الشمالي. فهذه أوغاريت، مدينة رأس شمرة، المملكة السورية القديمة، ترحب بكل القادمين إليها وإلى مفرداتها. فمدينة أوغاريت المملكة تقع على بعد 13 كيلومتراً شمال اللاذقية مدينة الحكاية، وهي التي كانت عاصمة لمملكة سورية قديمة امتدت فوق هضبة ارتفاعها 20 متراً ومساحتها 36 هكتاراً قرب شاطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث اتصلت بدول العالم المتوسطي عبر مرفئها مينا البيضاء صاحب الشهرة. والذي بدأ بالقرب منه ومن وروده العطرة مرحلة جديدة لإنسان اللاذقية بعد سكنه الأول في موقع ستمرخو بزمن موثق يعود إلى مليون سنة توضحه الدلائل الأثرية التي عثر عليها، وكان يستخدمها إنسان العصر الحجري القديم هناك. كما ترك آثاره في مرحلته المعيشية الجديدة في موقع أوغاريت الذي دخلناه مع بعض السائحين لنكتشف معالم قرية صغيرة يعود تاريخها إلى الألف السابعة قبل الميلاد، عرف من سكنها آنذاك الزراعة والتدجين وصناعة الفخار وهندسة بناء المدن، بمعنى أحدث ثورة اهتز العالم لها جاعلاً من أوغاريت أقدم القرى الزراعية في العالم وخطوة أساسية على طريق نشوء المدن. هي المدينة القرية والقرية المدينة التي استمر السكن فيها خلال العصر الحجري الحديث الممتد من عام 8000 إلى 5000 قبل الميلاد. انتقلت بالإنسان من صياد لاقط إلى إنسان مستقر في بيوت صغيرة مبنية بالحجارة والطين وأغصان الأشجار حتى عصر البرونز الحديث عام 1180 قبل الميلاد، حيث اشتهرت أوغاريت فيه بالتجارة والعلوم وركوب البحار. بعد أن أصبحت في زمانها مملكة واسعة تتطابق حدودها مع حدود محافظة اللاذقية الآن، وكان يتبع لسلطتها عشرات الممالك، نذكر منها سيانو وسوكاس وتويني وابنهاني والبسيط وغيرها. وقد زاد عليها في ذلك الوقت أنها كانت موئلاً للملاحم والأساطير ومسرحاً للأبطال وقبلة للثقافة والمثقفين ومهداً للأبجدية الأولى في التاريخ بصورة عامة. فمدينة الأبجدية أوغاريت
رأس شمرة تم اكتشافها على يد فلاح حاولنا إسقاط شخصيته على بطل حكايتنا، وذلك عام 1928 للميلاد مصادفة، عندما اصطدمت سكة محراثه بحجارة ضخمة تبين فيما بعد أنها سقف لمدفن أثري كان بداية لعمليات التنقيب التي أظهرت نتائجها واحدة من أشهر الممالك السورية في تاريخ الشرق القديم، ومن أهم العناصر التي تم اكتشافها نصوص كتابية مخطوطة على ألواح الفخار، والتي أخبرت بمضمونها عن ملاحم وأساطير تعود للمجتمع الإلهي والحياة السائدة في النصف الثاني من الألف الثانية قبل الميلاد في أوغاريت ومحيطها. وكل هذا الغنى الحضاري وهذه الإنجازات الرائعة التي حصلت في أوغاريت جعلت منها نقطة جذب وتحول هامة في تاريخ الإنسانية التي تدين لمجتمع أوغاريت باختراع الأبجدية، هذا العطاء العظيم الذي استطاع بفضله الإنسان معرفة الكتابة ونشر المعرفة بين الشعوب. ولهذا كان الوقوف أمام هذه الحاضرة الحضارية مطولاً، وسيطال بعضاً من تفصيلاتها وتفاصيلها ما دامت هي أوغاريت، وما دمنا نحن أبناء أبجديتها الأوائل، والتي تتوزع فعاليات سكان موقعها على مستويات خمس تمتد من العصر الحجري الحديث ما بين 8000 إلى 6000 عام قبل الميلاد، فالعصر الحجري النحاسي الممتد من الألف السادسة قبل الميلاد وحتى الألف الثالثة، فعصر البرونز القديم والممتد بين الألف الثالثة قبل الميلاد إلى 2100 قبل الميلاد، فالبرونز الوسيط حتى 1600 قبل الميلاد، وأخيراً عصر البرونز الحديث 1200 قبل الميلاد وفق الطبقات الأثرية المكتشفة في المدينة الحقل. فأوغارو تعني بالبابلية الحقل بحسب الرقم المكتشفة في عاصمة مملكة ماري القديمة على الفرات قبل 4000 سنة قبل الميلاد. وورد ذكر أوغاريت في مراسلات تل العمارنة في مصر باعتبارها مركزاً تجارياً ومرفأً هاماً على البحر الأبيض المتوسط، وقد أخذت تسمية رأس شمرة من كثرة انتشار نبتة ذات رائحة عطرة تعرف بالشمرة فوق الهضبة التي تغطي آثار الموقع، والذي تتجول فتاة حكايتنا ابنة القرن الحالي بين آثاره وحجارته العريقة وتحاول استنطاق ماضيها الذي نحاول تقديمه عن طريق رواية أهم نقاطه الموثقة. والتي تعتبر أهمها مكانة أوغاريت في نهاية الألف الثامنة قبل الميلاد، حيث شكلت نموذجاً حياً وهاماً لشكل القرية الزراعية الأولى وتحضر الجماعات البشرية، إذ لم يكن هناك من قرى قبل هذا التاريخ، وكان الإنسان يعيش حياة متنقلة، يصطاد الحيوانات ويجمع النباتات، وكان يحتمي بالمغاور والكهوف ليتحول وفق منعطف الحياة الأوغاريتية وتطورها مسيطراً على الطبيعة، فمارس الزراعة ودجن الحيوانات وبنى البيوت وخزن القوت. ونرى كل هذا واضحاً من خلال الجزء المكتشف
من معالم المدينة حتى الآن، والذي لا يتجاوز ربع المساحة الكلية لهذه المدينة العجيبة التي نشاهد في بداية دخولنا إليها واجهة القصر الملكي الشهيرة، والذي يمتد على مساحة 9000 متر مربع بصالات استقبال وأجنحة ملكية كانت تقوم في الطوابق العليا وأحياء سكنية شرقي القصر الملكي والعديد من المنازل السكنية الخاصة مع مدافنها العائلية المبنية تحت الأرض، والتي نراها الآن ونرى أحد أعضاء بيت ربانو العائلة الأشهر التي خرجت نماذج مدافنها لنور الشمس كأشهر مدافن أوغاريت المتباهية براياتها المطاولة عنان السماء. ففي ماضي الزمان أصبحت القرية مدينة مع مرور الزمن، ثم عاصمة لمملكة سميت أوغاريت، وصلت في عصر البرونز الحديث إلى قمة ازدهارها، وامتدت حدودها من الجبل الأقرع في الشمال حتى نهر السن في الجنوب، موازية لساحل البحر الأبيض المتوسط. وكانت سلسلة الجبال الساحلية دعامة اقتصادية، كما قامت جزيرة قبرص بدورها في حياة أوغاريت، حيث شكلت نقطة اتصال بين هذه المدينة وعالم البحر الأبيض المتوسط وحضاراته، وقد نقلت عبرها الكثير من المنتجات المصرية والإيجية والأناضولية إلى العالم آنذاك. فموقع أوغاريت المتميز على البحر الأبيض المتوسط جعل منها بلداً ذا علاقات دولية متداخلة، وقد أطلعتنا النصوص الكتابية الممهورة بالأختام الرسمية للملوك على علاقات أوغاريت مع البلاط المصري ومع بلاد الرافدين، التي بدت واضحة في القطاعات الثقافية والأدبية والدينية، حيث احتوت المكتبات الأوغاريتية نصوصاً سومرية وبابلية، ووجدت أيضاً بعض آثار الثقافة الميتانية المعروفة جيداً في ذلك العصر. ولهذا كانت أوغاريت في ماضيها المشرق أرشيفاً حياً وكاملاً للنظم الزراعية والاجتماعية والفكرية والثقافية والعمرانية والعسكرية أيضاً بين الحضارات التي كانت سائدة آنذاك وفي زمنها، الذي جعلنا في حكايتنا نسقط بعض مراحلها المتتابعة على شخوص فريق المدائن لاستنطاق حجارة المكان. فهنا شلح التاريخ عباءته الحضارية الأولى، فلولا المكان الذي يتوافد إليه كل مثقفي العالم من جهاته الأربع لتسجل أسماؤهم بحروف من ذهب الوجود في وطنهم ووطن حضارتهم، فهنا مهد الحضارة الأولى، وللمثقف وطنان، وطنه وسوريا، وهي الصورة تحكي الحقيقة كاملة، جعلت من سيدة الحكاية كتلة فرح تاريخية تحاول الترحيب بالقادمين على طريقتها الخاصة. فلازلنا في التاريخ والمكان، ولازلنا في وطن الأبجدية. الطبيعة فيها حياة، والحياة ها هنا
تتجمع رقراقة تتماوج على أنغام يعزفها النسيم، ويساير خطوات ترقب الضياء القادم من حدود مهد الأبجدية الأولى في الشمال إلى حدودها في الجنوب. فجبلة التاريخ ترحب بنا واصلين عبر بوابتها البحرية لنضم مفردات رحلات قوارب الحضارات منها وإليها بين مفردات حكايتنا الوديعة. فجبال أوغابالا كما سماها الفينيقيون ورد اسمها في نصوص أوغاريت، وأتبعت في 1000 قبل الميلاد لمملكتها، ويعتقد بأنها كانت مرفأً لمملكة سيانو، وهي مدينة حية مرت عليها جميع الحضارات قبل الميلاد وبعده، كغيرها من مدن الحكاية اللاذقية وديعة الأبجدية الأولى. جبلة، هذه المدينة الوادعة تمتد على ساحل طوله حوالي 40 كيلومتراً، يتميز بأنه صخري قليل التعاريج والعمق، ولكن ما يميزه عن بقية السواحل وجود الجبيبات هذه، أو بالأحرى مدافن الجبيبات التي تشبه الآبار، وهي تمتد محاذية البحر بطول حوالي 1600 متر وبعرض 200 متر. وقد عثر بداخل بعض هذه المدافن على قوارير زجاجية وسرج فخارية ومشابك ورؤوس مغازل حجرية وفخارية وعظمية ونقود برونزية وفضية، ساعدت على عملية التأريخ الدقيق لهذه المدافن الجبيبات، والتي تعود إلى العصور الكلاسيكية اليونانية الرومانية، والتي تمتد زمنياً من القرن 3 قبل الميلاد وحتى نهاية القرن 3 بعد الميلاد. ومدينة جبلة ذات بعد تاريخي وتجاري هام تثبته تلالها الأثرية المتعددة، كتل تويني الذي يصافحنا الآن بمساحاته وموجوداته المرتبة وأراضيه التي تنتظر أعمال التنقيب في طبقاته التي كانت وما زالت محط أنظار الباحثين منذ بداية القرن 20، فهو حسب قولهم يمثل جبلة القديمة، وجميع التحولات التاريخية التي مرت عليها، وأهم ما أظهرت الحفريات حتى الآن معبداً فينيقياً يعود إلى ما قبل القرن 9 قبل الميلاد، كان قد وجد مثيل له في مدينة إنكومي القبرصية، إضافة لمدافن أثرية تعود لفترة البرونز الوسيط. وقد وجد في موقع تل تويني أيضاً أختام أسطوانية فخارية متنوعة، ودمية للإلهة عشتار، وحاصل للحبوب يعود تاريخه إلى نهاية 1000 قبل الميلاد، شكله مغزلي وعمقه 4 أمتار،
وجد بداخله هيكلان عظميان وفخاريات عديدة وفأس برونزي. وما يلفت النظر في هذا الموقع اكتشاف مساكن هامة ومنشآت تعود إلى عصر الحديد، أي إلى حوالي القرن التاسع قبل الميلاد، إلى جانب قبور بيزنطية تعود للقرن السادس الميلادي. بلغ عدد المدفونين فيها 18 شخصاً. وما يجب أن نقوله بحكايتنا قبل أن ننتقل إلى تل أثري جبلاوي آخر هو أن الحفريات أظهرت شبكة من الشوارع والبلوكات السكنية تؤكد إقامة دائمة في تل التويني، ما يعطيه الغنى التاريخي والثقافي. سيانو، المملكة القديمة وتلها هو وجهتنا القادمة إلى الشرق من مدينة جبلة على بعد حوالي 8 كيلومترات بمساحة تقدر بعشرة هكتارات، ولهذا التل أهمية كبرى إذ يعد عاصمة مملكة سيانو كما ورد في نصوص أوغاريت، هو ومملكة إشناتو كما ورد ذكره في رسائل تل العمارنة منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد وفي حوليات المملكة الآشورية الحديثة في القرن العاشر قبل الميلاد. وما يدل على أهمية هذا الموقع وجود سويات أثرية عديدة كل واحدة تحكي حكاية حضارة عريقة أقامت فيه وازدهرت. آخر هذه السويات تعود إلى القرن الماضي، ومنها ما يعود إلى القرن السابع عشر الميلادي، والآخر يعود إلى القرن السادس والخامس قبل الميلاد، وأهمها إلى القرن الثامن قبل الميلاد، والتي تتميز بوجود قلعة كبيرة تألفت من 3 أقسام مع برج دفاعي ومدخل وجدران. وما تبقى من السويات يعود إلى القرن التاسع والثالث عشر قبل الميلاد، أي إلى عصر البرونز القديم الثالث، وفيه اكتشف حي سكني مؤلف من مجموعة غرف وأرضيات متلاحقة. وما زلنا في حكايتنا المشوقة عند مدينة الأبجدية الأولى، نحاول إيجاز المعلومة وتكثيفها لنعطي مختصرها المفيد. وقد وصلنا إلى تل سوكاس الأثري وهو على بعد 6 كيلومترات جنوبي مدينة جبلة على مرفأ طبيعي من أحسن المرافق على الساحل السوري. وما تشير إليه المصادر الأوغاريتية أن هذا الموقع هو مدينة شوكسي القديمة
والذي يبدو أنها كانت مأهولة منذ العصر الحجري الحديث وحتى العصر العربي الإسلامي. وهناك أيضاً إلى الجنوب الشرقي تل آخر يسمى تل إيريس، تعود سوياته المكتشفة إلى عصر البرونز الحديث، تؤرخ ما بين 1600 و1200 قبل الميلاد. أبرز ما تم اكتشافه فيه مدافن محفورة في الصخر وعدد من الجرار الجنائزية، حيث نجد الطريقة الكنعانية الممثلة بدفن الأطفال داخل الجرار، وهي طريقة للدفن كانت تتبعها الحضارات المنتشرة على طول ساحل بلاد الشام. وفي جبلة مدينة القدم موقع لتل مصيطبي، كما النار على رأس جبل، هو مجاور لشاطئ البحر، أردنا ذكره للأهمية قبل الدخول إلى آثار المدينة الداخلية. ففي موقع المصيطبي تبين وجود أرضيات لاستيطان كبير وواضح في العصر الهلنستي، وهذه أول مرة يتم الكشف عن سوية هلنستية واضحة في مدينة جبلة. ومما عثر عليه في هذا الموقع مجموعة من الكسر الفخارية تدل على وجود نشاط تجاري كبير بين هذا الموقع ودول حوض المتوسط. جدار أثري يقودنا بحميمية المدائن العابقة بتاريخ الأجداد إلى آبدة المدينة الأولى في جبلة، مدينة الحكاية الفرع لوديعة الأبجدية. ففي واحد من أهم المسارح في العالم سنحط الرحال لبرها، بعد أن دخلنا مسرح جبلة الأثري مع الداخلين، وهو ثاني أهم مسرح في سوريا الحضارة بعد مسرح بصرى الشام، ويشكل شاهداً حياً على حالة ثقافية واجتماعية متطورة لمدينة جبلة قبل حوالي 2000 عام خلت، فهو الآبدة الأثرية النادرة على الساحل السوري، إذ يشكل بكتلته اتحاداً معمارياً وعمرانياً وتاريخياً متكاملاً مع محيطه. وتكمن قيمته في أنه من أهم الآثار التي تعود للفترة الرومانية الجيدة الحفظ في المنطقة الساحلية، وهو مؤرخ لكل الأحداث التي جرت في المنطقة منذ إنشائه وحتى الآن. فالآن مرتبط بسيدة حكايتنا الرشيقة التي تحاول استعادة الماضي بطقوسه لتكمل معنا الصورة الحية لهذا المسرح ذي الطراز الخاص والأبعاد الواسعة التي ضمت بين جنباتها إبداعات مليئة بالحياة منذ نهاية العصر الفينيقي إلى يومنا هذا. فحجارة هذا المكان لا تزال محتفظة بدفء الحضارة وتطورها الفكري والثقافي جيلاً إثر جيل. مسرح جبلة الأثري بدعة معمارية فريدة، بني على أرض مستوية في مطلع القرن الثاني الميلادي، وهو دائري الشكل، تحمل عقوده 35 صفاً من المقاعد الحجرية
تركت بينها مسافات تسمح للجمهور بالدخول والخروج بسهولة، وهو يتسع لثمانية آلاف متفرج. أما المنصة التي تتصدر المسرح من الجهة الشرقية فقد بنيت على شكل مصطبة واسعة كانت في السابق محاطة بأعمدة مرفوعة على قواعد تعلوها تيجان كورنثية الطراز، كما هو الحال في مسرح بصرى الشام. ويتم الدخول إلى مسرح جبل الأثري من خلال 17 باباً ضخماً تؤدي إلى دهاليز، ثم إلى ممرات تؤدي إلى كراسي الجلوس للفرجة على أداء الفنان السوري ابن الأبجدية والحامي لكل عوامل الازدهار في زمنه، كهذا الذي يقسم أمامنا من على إحدى جنبات المسرح العريق. وقد قيل في كتب الحقيقة إن هذا المسرح من أجمل آثار رومانية على الساحل السوري، وهو بحق كذلك. لذا تركنا سيدة حكايتنا تحاول دعوة الشمس بكامل نورها إلى ظله بالبياض، فهو رمزنا الدائم عبر العصور. ولأننا أهل بياض على مر الدهر نقدم مناديلنا وتاريخ جدودنا على ساحة مسرح مكشوف أساسه النور وشعاره النور وأسمى أهدافه نور النور. فوديعة الأبجدية مدينتنا قدمت وتقدم للعالم أكسير الحضارات لتحيا وتستمر. ولكي نكمل سرد الحكاية ومفرداتها المتبقية من مدينة جبلة، تركنا لأنفسنا حرية الإنصات لمعدي وكاتب سيناريو المدائن حكاية بلد، وهو يحاول تجسيد الخطوة القادمة من مشوارنا بإكمال التحدث عن كنوز جبلة الأثرية ضمن تجمع أسرة العمل المتعبة. ومع متابعة جذور هذه الشجرة المعمرة المتطاولة، نعلن وصولنا إلى جامع السلطان إبراهيم بن الأدهم، المعلم الديني الشهير في جبلة، وهو بناء ضخم فيه من الانسجام والتناسق ما يخوله أن يكون في المرتبة الأولى للعمارة العربية الإسلامية. والسلطان إبراهيم بن الأدهم عاش في القرن الثامن الميلادي، وذا عصيته لدى المؤرخين القدامى بسكن الجامع، فضريحه في حجرة مربعة تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية، وهو مزار يقصده الزوار للتبرك منه.
وإذا تركنا الجامع لنخرج إلى تفاصيل جبل القديمة بعجالة، سنصادف حتماً نسيجاً معمارياً ذا طابع إسلامي شرقي، يضم نماذج عدة تعود لمراحل تاريخية مرت على المدينة، ومنها الأيوبية والمملوكية وغيرها، كما سنصادف أبنية قديمة متزاحمة تتناوبها شوارع ضيقة وأزقة متعرجة، إلى جانب الأسواق متعددة الأغراض والدور والخانات. وبالمرور سننظر بتأمل إلى قصر علي أديب جميل البناء ومبنى السرايا، دائرة آثار جبلة حالياً، وجامع المنصوري المشيد عام 1095 للميلاد، طرازه أيوبي مملوكي، وهو موجود في إحدى حواري جبلة القديمة التي نحاول في آخر المشوار فيها أن نمتع أبصارنا بذهبها الأصفر المتوزع بمحل سوق صاغتيا الشهير، لنختم الحديث عن تاريخ الذهب بالذهب. ومع توديع مدينة جبلة بالتحية الخالصة على بعض جمالياتها، نعلمكم بأن بطلة حكايتنا قد غافلتنا وذهبت لتلوح بمنديلها الأزرق لموجات البحر ولقواربه. فالبحر مخزن الأسرار، وفيه حكايا وحكايا لا يتسع المجال لسردها، فترانا نقف معها قبل الصعود إلى قلاع مدينة الحكاية قرب هذا الجرف الصخري الذي يحاول تذكيرنا بوجوده. مثله مثل الأوابد الكثيرة المتوزعة على أكتاف تاريخ هذه المنطقة التي نحاول أن نصعد جبالها لنسلم على بعض قلاعها الشامخة ولو بالذكر والتذكير، ومنها قلعة المنيقة الواقعة على بعد 30 كيلومتراً من جبلة على الحدود الفاصلة بين بنياس وجبلة، وهي التي بنيت في بداية القرن الحادي عشر الميلادي من قبل العرب المحليين، وهي تشكل مشهداً بيئياً وتراثياً قل نظيره في العالم. وإلى الشرق منها قلعة بني قحطان، وهي حصن على سواحل حمص مقابل جبلة، كما ورد في معجم البلدان بيزنطية التشييد عام 1030، وكانت مطمعاً لكل الغزاة حتى استولى عليها السلطان صلاح الدين لاحقاً. Thank you.
وفي الطريق إلى وادي القلع نحاول تحضير أنفسنا وتجهيزات وملابس شخصيات حكايتنا، لأن وقفتنا القادمة أمام قلعة عريقة هامة تعد أسطورة في عالم القلاع السورية، وهي إذ ترحب بنا من بعيد تعرف عن نفسها بدون دلالة، فهي قلعة صلاح الدين الأيوبي الأشهر من النار على علم، وتقع على بعد 33 كيلومتراً شرقي مدينة اللاذقية قرب بلدة الحفة، تجثم شامخة على رأس صخري مثلث الشكل، ويحيط بها واديان عميقان. والقلعة إذ وصلناها وجدناها مرحبة بزوارها مشرقة ومبتسمة. قلعة صلاح الدين الأيوبي ترتفع 450 متراً عن سطح البحر، مساحتها تنوف على 5 هكتارات، وتنقسم إلى قسمين متميزين عن بعضهما البعض. قسم شرقي مرتفع فيه أغلب التحصينات الهامة، وقسم غربي ينخفض انخفاضاً ظاهراً عن القسم السابق، وما يذكره التاريخ عنها كثير، يبدأ من العام 975 للميلاد، عندما استولى الإمبراطور البيزنطي يوحنا تراسكوس على موقعها من الحمدانيين، حتى وقعت بيد صلاح الدين الأيوبي عام 1108 للميلاد، وتحول اسمها من الصخرة إلى اسمه، واقترنت به إلى يومنا هذا. نصعد القلعة مع سيدة حكايتنا على درجاتها التي تفوق 100 لنطلع على بعض أبنيتها وحكايا من مر بها، لنجد هذا الأيوبي يرفع يده بالتحية إلى أعلى تارة ويتركنا نتأمل درجها المتصاعد، ليحول إشارته إلى الأمام وهو في عصر آخر، وقد ظهرت معنا معالمها وأبنيتها الضخمة ومعالم القصر الذي شيده الظاهر غازي ابن صلاح الدين الأيوبي الذي اعتنى بتفاصيل القلعة من أعمدة وتحصينات وقناطر صغيرة وكبيرة، تحاول عندها فتاة الحكاية تقمص بعض شخوص ذاك العصر لتزيل عن الحجارة تعب توقفها الطويل مرصوفة في مبانيها ودورها وبيوتها وتحصيناتها الدفاعية. ومع أمير القلعة نتجول، مفترضين أن زمنها قد عاد وأن أبواب قصورها قد فتحت أمام الجميع ليدخلوها بسلام، فهي كانت دار سلام لكل مسالم، وهي حصن الدفاع الأول لكل طامع. وها هو أمير حكايتنا يلقي خطبة حماسية يجيش فيها فرسان القلعة ليدافعوا عنها ضد الطامعين، فهي ستظل بأسوارها الحصن الحصين والشاهد المتين
على تاريخ لا يزال أبيض نقيا حتى الآن. ومعكم نودع الناصر صلاح الدين وقلعته الشاهدة، ومعنا سيدة الحكاية التي كتبت في دفتر مذكراتها قبل نزولها الدرج تاريخ زيارتها للقلعة الشامخة، ومن حجارة القلعة قديماً إلى حجارة منزل معاصر بني حديثاً، نؤكد أن القلاعة ودورها ستتوارثها أجيال سوريا الحديثة، سوريا الطبيعة الخلابة ومدنها ذات التاريخ والحضارة، فلاذقيتها حكايتنا التي قاربت على توديعنا بمبانيها الحديثة وبالبياض الذي اختارته رمزاً لها في الاستقبال وفي الوداع. وإذ وصل قطار الحكاية إلى محطته الأخيرة قبل أن نسدل الستارة ونترك الساهرين في محلها العابقة بالحيوية والحياة، نقرأ عبارة رافقتكم السلامة. رافقتكم السلامة، عبارة الوداع من هنا من اللاذقية، مدينة الحكاية، وديعة الأبجدية الأولى. والوداع بالماء سر الحياة، مثلما كان الاستقبال في بداية الولوج إلى دواخل هذه المدينة ذات المليون عاماً من الحياة، والتي ترتمي شمس نهارها بين أحضان بحرها كل عشية. وهي اللاذقية ستبقى إلى الأبد وديعة الأبجدية الأولى في الشروق والغروب.